مع فيلم زهرة الصحراء، فيلم لمخرجه وكاتب سيناريو أيضا السيد أسامة بن حسين، فيلم تعاطى مع ذاكرة حية مؤلمة، جريمة دولة لا تسقط بالطاقات، التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر. منذ سنة 60 إلى سنة 67 أجرت الجزائر تجارب في الأرض وفي الجو في جنوب عفوا أجرت فرنسا تجارب نووية في جنوب الجزائر في الصحراء، بعض المناطق الصحراوية في الجزائر، وبقي هذا الملف مفتوح، ملف بقايا ومخلفات الاستعمار، ولكن أيضا ملف بقايا ومخلفات هذه التجارب النووية وتأثيرها على الإنسان. معنا من الجزائر عبر الهاتف السيد أسامة بن حسين، الكاتب ومخرج هذا الفيلم زهرة الصحراء. سيد أسامة أهلا بك. أهلا بك، مرحبا مرحبا. زهرة الصحراء فتح ملف ذاكرة حية، فتح ملف جريمة الدولة في ستينية الاستقلال. في تقديرك يعني وجدان الجزائري الآن كيف ينظر إلى هذه الجريمة ارتكبتها فرنسا على الأرض الجزائرية، وإلى الآن لا زالت هناك ضحايا، يعني أجيال تقريبا 3 أجيال لا زالت تعاني في مظاهر صحية وأيضا بيئية من جراء هذه التجارب؟ نعم أستاذ، هو الفيلم ذات الصحراء أنتج في إطار الاحتفال بستينية الاستقلال، وهناك كثير من الأفلام القصيرة التي عالجت مواضيع حول الفترة الاستعمارية. جريمة التجارب النووية في الجزائر ليست وحدها الجريمة الوحيدة، وإنما هناك مئات وآلاف الجرائم الأخرى، وإنما لم تتطرق السينما في أفلامها الروائية إلى هذا الموضوع. بالطبع المواطن الجزائري أو الشاب الجزائري الحالي على علم بهذه التجارب، وتبقى وصمة عار في تاريخ فرنسا الاستعمارية. آلاف الضحايا، 24,000 هذا ما تمت جمعية ضحايا التجارب النووية نعرض عنه، ولكن الأمر العدد يتعدى هذا العدد بكثير. آلاف التشوهات الخلقية، آلاف الأمراض، العقم، الطبيعة أصبحت قاحلة، لأن رجال أو طمنراس كانت هناك واحات، كانت هناك زراعة. هي سيد أسامة أجريت تقريبا 17 تجربة نووية. أنا أريد هذا أن نعم نعم هذا ما تم الإعلان به، يعني هذا المعلن، الله أعلم ممكن أن هناك تجارب لم يتم الإعلان عنها. هناك نقطة مهمة جدا، هو دور الفن، دور السينما في أن ينعش الذاكرة وأن يبقى هذه الذاكرة حية حتى عبر الفن. الفن يلاحق هؤلاء المجرمين، يلاحق فرنسا المستعمرة المجرمة. نعم، بطبيعة الحال الفن سينما أو مسرح أو روايات أو أي مجال من المجال الفني، هو أعتبره يلزم أن تكون هناك اهتمام بهذه القضايا خاصة القضايا التي لم تنتهي أثارها. هناك جريمة التجارب النووية، وهناك جرائم أخرى على غرار خط شارل وموريس، وتقريبا 11 مليون لغم على الحدود الجزائرية في فترة ثورة التحرير. السينما الملتزمة هي السينما الملتزمة بالقضايا، القضايا التي ممكن أن تعرف بهذه الجرائم إلى جيل شباب ممكن ما هوش مطلع على هذه الأمور، وأيضا التعريف بالقضية خارجية إن أمكن الأمر طبعا. طيب بعد إذنك سيد أسامة، أنت أشرت إلى جيل الشباب، هناك أنت أشرت السينما الملتزمة وهذا الجيل الجديد، هناك في الجزائر وفي عدة دول خاصة في منطقة المغرب العربي جيل جديد من السينمائيين يريد أن ينشأ سينما مستقلة ملتزمة تنتمي لبيئتها، وسينما تقطع مع موجة عرفتها هذه الدول ما يسمى بسينما الكارت بوستال أو سينما البطاقة البريدية، وهي أغلبها أفلام كما نعرف في تلك الفترة ممولة حتى من جهات خارجية لإعطاء صورة مشوهة عن هذه المجتمعات.
أتفق معك تماما، أتفق معك تماما. والسينما في الجزائر حتى وإن كانت في المؤخرة أصبحت عالقة قليلا بسبب دور العرض والإمكانيات المالية، لكن في أغلب الأفلام الجزائرية كانت أفلام ملتزمة، كانت أفلام تهتم بالقضايا، كانت أفلام في فترة السبعينات تهتم بثورة التحرير أو الثورة الزراعية، كانت أفلام تهتم بالمجتمع بفترة العشرية السوداء أو الإرهاب للصناعة. كانت السينما الجزائرية ولا ذاك، وأظن أن هناك كان جيل كبير من المخرجين ما زالوا يهتموا بهذه المواضيع. أما قليل من تكون هناك أفلام كما قلت كارت بوستال، أفلام لوحات إشهارية. الجزائر بعيدة عن السينما التجارية على كل حال. هو صحيح، والتجربة السينمائية في الجزائر لها مميزات. أنا فقط أريد أن أختم معك بنقطة مهمة جدا، وأنت كاتب السيناريو والمخرج، كيف تعاملت مع الذاكرة على مستوى المادة البصرية؟ خاصة نعرف بأن أغلب المادة البصرية وحتى الأرشيف كامل هو بحفظة فرنسا. نعم، هناك قلة مواد أرشيفية اللي ممكن نستعملها، ولكن هناك يعني الكثير من الوثائقيات، الأفلام الوثائقية التي تطرقت إلى هذا الأمر. أرفقي العربي جزائري قام بوثائقي، أتهاوم، كان هناك 6 أفلام عالمية وثائقية وروبورتاجات يهتموا بالأمر. طبعا الأرشيف ما هوش متاح، لكن هناك استفدت كثير من بعض المواقع للمتقاعدين الجيش الفرنسي. كانت هناك صور لهم عندما كانوا في المركز الصحراوي للتجارب العسكرية بيرغان، صور وقصص وأرشيف وحياتهم اليومية والخوف الذي اجتابهم هم أيضا من التجارب النووية. للذكر تم تعويض الفرنسيين الذين تعرضوا للأمراض، وأما الجزائريين 24,000 لم يتم تعويض أي أحد منهم. وهذا ملف آخر، هذا ملف الذاكرة، يعني لحتى الآن فرنسا لازالت تحتفظ حتى بجثث المجاهدين الذين أعدمتهم في الجزائر أو حتى أماكن دفنهم. على كل، ملف الذاكرة ملف معقد جدا وملف مؤلم في الجزائر. أشكرك سيد أسامة بن حسين، سيناريو كاتب سيناريو ومخرج فيلم زهرة الصحراء، كنت معنا عبر اللاتف، شكرا لك.